أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صرادا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرمون، إن الله يحكم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلابنا يا آيات بقول إيا طلباتن إيا سدحات أو سورة النساء كمدة وعن سوء قارني عشر كان بقول إيا أفرتن إيا شناد أنه كده حجرنا سورة دي أفرادو قرآن كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي عشر كان يأيدي وودن بيهي نبي الله عيسى وحاو أهاي إيا سدو أو اعتراف سناي ربوبية إلهي سبحانه وتعالى نفتي سنوه قام فينا إنه إلهي هاي إلهي أرنتاس سوى كورا ما يحونا صورنا هاي نبي عيسى كما كبرين أو كما سنتاقين إنه أدون إلهي أو أهاده ملايكة مقربين تايقون سدى سوكا لكما إيسا سنتاقين إنه أدومن إلهي أهادان مركا غفكي كسنتاق إبادة إلهي سبحانه وتعالى أو إسوين إيسية الله سبحانه وتعالى واسو كل من يا دمانتود اخره مركاسو الهي حسابيا مركا ددك مركي لا سو كلميو لبا قيبوداي نقونيا الهي وحوري سبحانه وتعالى. فاما الذين كو امنوا رميي وعملوا عمل فلي الصالحات اعماش صوصوبا فيوفيهم الا واوفين يا اجورهم اجرياشودا ويزيدهم الا وازيادين يا من فضله فضلي سنه وازيادين يا قيبت لباد. واما الذين كو استنكفوا سنتاغي ايود الهي او واستكبروا اسوينيسيي عباده الله كسنتاغو اسكوينيسيي فيعذبهم الله وعذابيا عذابا عذاب ايو عذابيا اليما مؤلما او حنوجيا كاسو عذاب النار ولا يجدون من هلايان وليا ولي يود الهي مد مركاس حرير او دافع او اللهم ايغا اسغنادي كاسو من دون الله الهي سكديسا ولا نصير مد غرغار نهلي مايان. إلهي سبحانه وتعالى قيامه مركي لا تغو ددكو اني مركاس لبا قيبود اي نوقنايان ايا الله سبحانه وتعالى نو شيغيا مركا ددكي فمنهم من امن ومنهم من كفر ايا كميدا ددكي waxaa weeye dad ilaahay rumeyay iyo dad kufriya kamida dadka marka day labadaas nooc ay noqdeen ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala faamal ladina kuwa aamanu rumeyay dhah ilaahay hadana wa amilu amal faray as-salihati a'masha susuban iimaanka waxa weeye amal saaliha waa inuu la xariirsada iimaan mujarradkiisa ajir weyn iyo sabab lagu gaari maayo fayuwafihim alla wa ufinaya ujurum ajriyal kooda waxaa laga wadaa sawaaba acmaalihim acmaashooda sawowgeeda camalkii ay sameeyeen sawowgiisa ilaahay uu ku sawaabinayay oo ku abaal marinayay ayaa alla u oofinaya u kamilaya haddii camalkoodii loo oofiyo wayasiiduhum alla wuxuu u siyaadinayaa min fadlihi fadligiisa haddana uga siyaadinayaa oo wax aysan ayagu camal falin oo siyaada ah oo fadli ilaahay ayay helayaan وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سيد إلهي سبحانه وتعالى سورة كلا وكرها فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين لا يؤله وها إلهي أزيادنا وحان مركاسي إل أيسن أركي كارين وإنه إني أدنك نويا لأي أركان كوين
دقنا أيسان مغلي كارين قلبي بشر بني آدم كيسان أنك صار دعي كارين وكوين أو فضل إلهي أيا مركز سالو زيادين أيا أو مركز زيادة على ما عملوه وهي عمل فلان وحكي زيادة وددك مؤمنين تا أو وحاوية أعماش الصالحة عمل فلان طيب طلبات وما الذين كوا أيوده الله استنكفوا سنتاقي واستكبروا إسوينيسيي إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديسه أيك سنتاقين أو إسكلوين هذين سيد قلوينك أنه عشر كينو ركسوه مري نوكالي أو كفار تاهاي أيك نوحا وي فيعذبهم الله وعذابيا عذابا عذاب أيو الله عذابيا عذاب كاسو أليما مؤلما أو حنوجيا ولا ذا السداسة هو الدنيا ذا السداس كؤه أو إلهي دا عديسه إسكلوين أو عبادة يمدنا أن لهينو الله اعتراف سنين معايا لقفكو الله مركو اعتراف سنين ومركو الله عبودايو وحقوق إلهي سبحانه وتعالى وكو واجبية أو لا إمان آيو قفكو هذه وحوية حقوق إلهي أو صاري أو سن قدنين وواجب كي إلهي وكو واجب أو سن لا إمانين قفكو سوا قف إلهي سبحانه وتعالى دا عديس إسكالوين واي قفك مركا سل عذابا إنا كاسوي هدنا إلهي غير كي سعيد أو أقر قالي سمجرت ولا يجدون مهلا يانو الإلهي وليا تصوهر مري وليا وي مركاسي مدى فعاي وي اللهم أيق أصونا ذي ولا يجدون مهلا يان وليا حرير وي مد حرير أو دفاع آية اللهم أيق أصونا ذي كاسو من دون الله إلهي غير كي سو إلهي سكديسة ولا نصير مد قرقار نهري ما يان وعذابك إلهي مركو كسو جهيسة كمان عناي ضدك مركا لبدا أسقيب وضي النقدين هذا سي عام أيا إلهي سبحانه وتعالى ضدك أولا خضابا يا مكلفين تا يا أيها الناس وضد يهبو أيون إلهي قد حقيقا جاءكم حائدين مدي برهان حجاء يا إذين تمدي أو من ربكم حق ربينا كهذا يا أيها الناس وضد يهبو قد حقيقا جاءكم حائدين مدي برهان برهان أيا إذين مدي حجوي أو من ربكم حق ربينا كأهاتي إلهي حقي سيدنا كأهاتي حجنا إذن كأهواء النبي قال لي عليه الصلاة والسلام برهان كاس أو ضدك أي مذي أو ضدك حجة كنا قنية ورسولك عليه الصلاة والسلام عما قاروح إلى ما يوحاوي القرآن كان له لجي ذا هذا الله وحوره وأنزلنا وان دجني إليكم حقينا النور النور أيان إذن سوى دجني نور كاسو مبين أو عد كاسا قرآن كأه برهان تنوى النبي عليه الصلاة والسلام برك الله وحوره هاي حيال رسولك عليه الصلاة والسلام dadki xujo ku noqonaya oo dadki hadhow waxay ku andacoodaan mahelaayaan mar hadii ilaahi rasuul uu soo diray oo mucjiso uu la soo diray oo rasuulka ay markaasi rumay waayaan wax xujaho markaasi ay helayaan majir hadana allah wuxuu dhahay wa anzalna waanu dajinay ilaykum xaqiina nuura nuur ayaa idin soo dajinay nuurkaasoo mubiinan oo cad bayinan daahiran weey nuurka cad oo wax walba markaas iftiininaayna waa quraanka weeye saasa la leeyahay marka rasuulka kaleey salaam salaam oo burhaan ah iyo nuurkii oo quraankii oo asaga lagu soo dajiyay intaas mar hadii ilaahi subhanahu wa ta'ala koonkan uu keenay oo bani aadamka ilaahi intaas uu keenay wax markaas cudur oo u haray oo ku cudur daara karaan ma jirto qofki markaas xumaan sameeyay ama sharciga diida waa qof asagu iskiisa ama si kas ah waxa weeye diinta uga soo horjeeda waay oo si kas ay ilaahay subxaana wa ta'ala u caasinaayo wuxuu oo helo markaas uu iska leeyahay fa amma alladheena kuwa ayu ilaahi aamanu rumeeyay billahi alle oo waqta samu ku kalsoonaaday bihi billahi alle ku kalsoonaaday fa sayudkhiluhum alle wuxuu gelinaya fi rahmatin naharis oo minu xaqiisa ka ahatay iyo wa fadlin dheerad wayahdihim alle wuxuu ku hanunaya dadkaas ilaahi xaqiisa صراطا طريق مستقيما او توسن كاسو دينته اسلام يا يحور سبحانه وتعالى فاما الذين كو امنوا رميه فاما الذين كو امنوا رميه ودح الله سبحانه وتعالى بالله الله رميه واعتصموا به بالله الله ككلسوناده فسيدخلهم الله وهو غلين دونا في رحمه حريص رحمه داس وحوي وا جنده وي وحا ليراها حق عربيه من باب تسميه المحل باسم الحال فيه وي هي وفضل ديرات وحوي احسان يا إكرام يا زيادة إنعام وي تاسنا وحا لغو فسرا إلهي سبحانه وتعالى وجهي سكريم كوي أركان وي يا خلاها إلهي سبحانه وتعالى ومركاسي جنة دحيادة أدى إميس هذه أحاديث قصار ورطوب بضانا ويجرتا وإلهي مرك أوليها أحل عليكم رضواني فلا أصغد بعدها أبدا مرك أوليها وحكاس مرك اعترافان وإلهي نعم ديسا وإلهي سبحانه وتعالى أي رؤيديس أركان إلهي ساسو إلهي سبحانه وتعالى خلاها إذن كدجي
اهلهم بعد يسنا ولقيدين عروم ماي فرحد أقوين واي مركتاس هذا الله وحول ويهديهم الله واهنونين إياه إليه حقيسة صراط طريق أيوكو هنونين إياه طريقة صو مستقيما أو طوصا ويهديهم مركاس عطف السبب على مصبب وي معايلة الجنة السبب كذا سبب الجنة الغوغل أيها هنون كاوي هنون مركز الدنيا اللي هو هنونه أيها الجنة الغوغل مركزه الله ويهديهم الله واهنونين إياه إليه حقيسة صراط طريق أيوكو هنونين إياه طريقة صو مستقيما أو طوصا كاسو مركزي دينة إسلامك قفك إلهي سبحانه وتعالى دينة إسلامك كوهنون شيء طريق مستقيم أي مركزه كتاقيه أيو إلهي طريقي سيا طريق الله يستفتونك ويكافد يدل بيان قل وحا أترى ذا الله الله أيا يفتيكم إذين فديون آية في الكلالة والد ويليدة إن امرؤ روح أو إلهي هلك دي أول ليس له حال أو نأصغنان ولد ولد أو نأصغنان والد نأوصن لهين وله أي أصغناتنا أخت ولال أو حق هويه أب أقولال أم بس حق أبها فلها وحا أصغنا ذي أختداس نصف ما شيء نسكيس ترك أو كتغ ميت كاسو وهو أخاصنا أصغنا يرسها ونحلا يا هود إلهي هو أنت سوحي كتك تدمان تيدا واسقور ما إلام لكم لها هدو سنوهان أي سن لهين ولد ولدو له إلهي سبحانه وتعالى فإن كانت هدي أهادان لبدي أختو إثنتين لبو فإن كانت هدي أهادان إثنتين لبو يا وحي كسيبا فلهما وحي إليه نور إلهي الثلثان ثلثان أي إليه مالك مركي سدح لودق لبا ميل مما كي ترك أخاص أو كتغ وإن كانوا هدي أهادان ورصد يور إلهي إخوة ولاله رجالا رقيا ونساء هوين فلذكر كي لباي وحا أصونا ذو كمذا رقاسي هوين كاس مثل حذي الأنسيين لبديد الدقيد نسيب كودي مثل كيسو اسكليه يبين الله الله وعدين يا لكم دينك دينتينا شرائع ذادة أنت للو لألّا تللو إن إذان لمنا والله الله نبي كل شيء شيء لأرك كل يسع عليهم عليك علم لوي آيات دان مرك هذا وحوية آياته سدح ذا هاي و آيات الميراث كا هاي و الله بأينو كصوب الرسول دا بلو قيدي من أي نور إن هذا مركا سنعانو صوت جمعيني آيا مركا سهد الصورة دان آخر كيدي إلهي سبحانه وتعالى نوغوشي يغيا مركا هذا إلهي صورة دان وحو كختمي آيات دان أور دحل كا هايو كختمي معايا لصورة دا بلو قيدي آيا مركا سهد دحل كو مركا سو كجري مركا وحا دان الله وختم والي المشاكلة لين ووحا مركا سي ليسوا مناسبين يا بلوغ إيا دمات سورة دان هذا سان روسو مرني مواريس تكو جرته وحاوي سدح مولعوي مدهر وحي هذي ويوصيكم الله هذي وانو سو مرني ميراث الأصول والفروع هذي ذاتك أصوشة إيا فروع ذا سيدي وحو نحلايا مده اللباد وحي هذي ميراث الزوجين والإخوة والأخوات للأم أمو ليدا أمو ولد الأم كالده رقا إيها وينك إسغوا سيسو نحلايا يا إخوضة يا أخوات كأو ولد الأم كاسي وحكو نحلايا آيات هذا مركة ميشان إنو كقلين وحيك هذا ليس آيادو ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وحيك هذا ليس ولا أشاء إيا ولا لها ميراث الإخوة ولا لها لحال كودة أو رقا ولا لها رقا إيا ولا لها هوينكا أو إسكوها بريء أضيئة أما إسكوها بكري أسي وحب نحلايا آيات دي إلهي إلى سورة الأنفال آخر كذا نووي مادو انتو ولو الأرحام بعضهم أولى ببعض تاس أيضا وحوي وحال وعد دينايا كرية دادكو سيدا حق إسوليه دادك حق إسولا إنا إسنحلان مركا هادا سيدا سوايو وحال لغو رميا ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء لأب ولا لها مركاسي إسلاد الشيء أو رقية دمر أو إسكوها بريئة وضيئة أما إسكو آبا سيدي إسو نحلايا سو نسولك آيات دانو هو سحابك جليل كهول إلى جابر ابن عبد الله أيها جر هذي وليبا سيدا حديث صار ورطي مكي إهاد ميشو كجر هذي مركي مارتيا حاجة الوداع يا لشيغا أما كهري إهادال إلى هذا لكن وحي أبضان تهي وقتك أو مركاسي فتح مكة إنيته رسولك عليه الصلاة والسلام أيها أتغي أساق يا أبو بكر أيها أبو قناية مركي أتغين أيها وحي أركين جابر أو مركاسي لمير دبولي وعقل جيس ومقية رسولك عليه الصلاة والسلام أيها ويسقاتي ويسديسي مركاسي وحبنهيس شريفك كي مانا أو كدقي أيها كورك أغشو تبرك مركاسو صوب ميرابي
markaasuu dhaylay rasuulkiisiyow maalkayga maxaan ku sameynayaa qandhadan hadda i haysa waxay ila agtahay inaan ka fakanayne nabii kaleey salaam salaam jawaab ma uusan siinin ila aayadan ay ka soo dhigay waxauna qabay sagaal walaal ah waxa joogay ilmo ma uusan lahayn laakiin sagaal gabdhood oo walaalihiisa ayaa jooga leedii sagaal gabdhood oo walaalihiisa marka asagu markaas kalaalo u ahay kalaaladana hore waan soo marnayo waa way qofan waalidkiisna nooleen awlaadow dhalana aysan joogin ayaa leela waalidii wiilaya la dhaha ayaa la dhaha aayadana markaa soo dib laakiin hadda jaabi qarnada kuma dhimano waxa way markaas ka bacdi ayuu awlaad fara badan dhalay oo hadda markaasi gabdhihii walaalihiisa ahay ma aysan dhaxlin laakiin sidaan oo kale meeshi ah ayaa xukunkan looga hadlayaa ilaahay markaa rasuulkiisa ku dhahay yastaftuunaka way ka jawaab dalbayaan asxaabtaadu way fil kalaalati yastaftuunaka way ka jawaab dalbayaan kalaalada way qul waxa u tiraahow ilaahay markii su'aal laga weydiyo oo nooga waran arintaas lagu yiraahdo allahu alla ayaa yuftiikum idin jawaabaya fil kalaalati waalidi wiilayda qofka kalaalada ah waana sida tan marka xukunkeedi inimru'un marka hadda inimru'untaan waxa weeye jumladaanu waa musanafa weeye waa jumlo cusub weeye waxayna dhacaysaa jawaab su'aal muqadara teera oo idoo la dhihi tago wamaa tafsiirul kalaalat kalaalada tafsiirkeedu muxuu yahay xukunkeeduse muxuu yahay ee ilaahay markaas uu leeyahay inimru'un ruux halakada bimacnaa maata weeye min baabi lishtigaal ay ka mid tahay in imru'un ruuxow dha ilaahay halaka haddii ou dhinto laysa lahu xaal uuna u sugnaan ousan qabin waladun walad walad iyo waalid baa meesha ku jira walaa wahuwa alkalaala weeye waa markaa sida sabnusuulku ahay in imru'un ruuxow dha ilaahay halaka haddii ou dhinto laysa lahu xaal uuna u sugnaan ousan lahaynin waladun walad uusan lahayn waalidna uusan lahayn weeye waladka waxaa la mid a xataa waladul ibni yaa lamid a saan soo marnay marka waalidna ma laha owlaadna ma laha hase yeeshee walahu wuxuu iska leeyahay ukhtun walaalow iska leeyahay walaashiis oo markaasi ku habaryo oday ah aad joogta ama taas haddii la waayey mid oo maaragtay ku aabaha joogta waa shaqiiqada markaasi markaa midda oo ku habaryo odayda ah maxay marka xoolihiisa ay ku leedahay falahaa waxaa u sugnaadow dha ilaahay ukhtadaas oo dhaxlaysa ruuxan kalaalada ah nisfu maa shay niskiisa taraka meydkaas uu ka tago falahaa waxaa u sugnaaday iska leedahu ilaahay nisfu maa shay niskiisa taraka akhaas uu ka tago waa marka waxa weeye ninkii oo akhaahay oo kalaalada ahay uu dhintay ayaa gabadhii walaashiisa ahayda waxay qaadanaysaa maalkiisa nusay qaadaysaa wa huwa akhine sidaasoo kaleentood yarisuhaa isaguna waa dhaxlaaya oo hadda akhaas masalanba hadda waxa weeye waxaa dhintay markaan gabadhiyaa dhimatay ayadii kalaalo waaye markay ayadii kalaalo tahay walaalkeedaa jooga markaas oo shaqiiqa amba li'aba marka waxa weeye asaguna waa dhaxlaaya laakiin asagu ayadoo kale maaha asagu waaris xaa'isa waayo waxa weeye jamiicul maal oo dhan ayuu qaadanayaa maxaa yeele nin waaye laakiin ayadu waxa weeye maalka ma qarqi karin ee waxay qaadanaysa markaasi nus kaliha iskala heeday wa huwa isaguna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yarisuhaa waa dhaxlaahu dha ilaahay laakiin isagu dhaxalkiisa horuu sheegnay jamiicu maa tarakad wax allaala waxay ka tagtay oo dhan ayaa markaas u qaadanaya mar haddaan waalidkeedna joogin owlaad ay dhashana aysan joogin maxaa yeele ilaahay aadkana dhahay ilam yakun lahaa hadduusan u ahaanin weeye laakiin waladun walad hadduusan u ahaanin waladka waxaa lamida waladul ibniya lamida hadday masalanba leedahay walad oo dakar ah falaa shay-a lahu weeye walad dakara hadday leedahay oo wiilayba ka tagtaba ninkan walaalkaa u dhaxalka soo geli maayo waxaa ku dhacaya xujbi xurmaanaa ku dhacaaya amase waxa weeye gabadhay ka tagtay gabadhaas wixii markaasi ay ka tagto ayuu iska leeyahay gabadhaas waxay ka tagto ayuu iska leeyahay saas weeye markaas oo gabadhi markaas waxaa weeye usay qaadanaysaa isagana kii kaleentoodou qaadanayaa laakiin wiil hadday ka tagto wax meesha uu ku leeyahay maahane maxaa yeele wiilkii waxa uu noqonayaa waaris oo xaa'is ahu noqonaya ilam yakun lahaa hadduusan u ahaanin weye ukhtadaas waladun walad ou dha ilaahay waladul ibnigu isaguna la mid waayo haddii laakiin ukhtada iyo akhu xag waladul um ay yihiin sidusay iska leeyihin saan suuradda aan ku soo mari jirna bilowgeed oo marka walakum nisfu maa taraka aswaajikum markaan waataan ku soo mari jirna waladul umka fain kaanataa hadday ahaadaan isnatayni labo masalanba hadda ninkan kalaalada ahoo dhintay marka hore isagoo hal gabro ay walaashiisa joogtaannu soo marnaye hadda hadday gabdhihii ay maaragtayaa laba iyo wixii ka badan ay yihiin ay qaadanayaan fa in kaanataa hadday ahaadaan isnatayni labow dha ilaahay fasaaciddanaa ku jirta laba iyo wixii kasii badan weeye maxaa yeele jaabiray ku soo degta waa soo marnay
جابر إسقنا وحوي سقال قبلود أما تضرب آية على شيءها أي أمر كاسات جوجي لعلها ضيد حلقي سقادة لها ين فإن كانت هذه هذان أول إلهي الإثنتين لو فلهما وحأصون هذا أول إلهي الثلثان الثلثان أي أصون هذا هذه مثلا بوحوي أي لبأ يوحي كبضان إيهين وحي إسكليهن ثلثان إسكلي مالك سد حالو لغا يا لبأ لغا يقادنا يا محايل حوين سدو ذبا من نقضان تاريك مقرقيان سيدا غالبتا تاريك هوين مقرقيان وحي ليهن مركاسي ثلثان أي إسكليهن سد حالو قايبنا يا مالك لبأ ميلو ذي قادنا يا intay doonaha aada laba iyo wixii uu ka bada haday laba yihiin sulusaan kay qaada haday ka badan yihiin sulusaan kaasi qaadanaya mimma ki taraka akhas oo ka tago iyo uu ka tago hada marka waxa weeye qofkan kalaalada ah rag iyo dumar wuxuu yahay walaalaha uu ka tagay waxay isugu jiraan rag iyo dumar ay isugu jiraan see weeye markaas arintu weyn kaanu haday ahaadaan oo ilaahi warasadu ikhwatan walaalo rijaalan rag iyo nisaan dumar warasadan waxa weeye waa rag iyo dumar oo dhaxlaaya qofkan kalaalada ween kaanu haday ahaadaan oo ilaahay warasadu ikhwatan walaalo rijaalan rag iyo nisaan dumar oo ilaahay see waxu dhaxlayaan falid dhakari ki labay waxa usugnaado oo ilaahay mithlu hadil unsayni labadi didigeed nasiibkoodi masalkiisa oo hada markaas tii horu soo mari jirnay للذكر مثل حذ الأنثيين وهي مركان ومركز ويلك وحو قادنا يا لبا قبضوا وحي قاتان أي هلك ويل قادنا يا للذكر مثل حذ الأنثيين ولا يقانا إذا راسي مركزي أي حوله قادنا يا مركا الله وحوده سبحانه وتعالى وإن كانوا هدي أهادان إخوة ولالو رجالا رقيا والنساء دمر فللذكر كي الله ويوحى أصبنا ذي مثل حذ الأنثيين لبديد الدقيد نسيب كودي مثل كيسا أصونا يبين الله الله وعضينا يا لكم إذن كود إلهي دين تينا شرائع إذن عضينا يا إلهي سبحانه وتعالى سيداس أي أحكامتنا وعضينا يا وحان الله وعضينا يا أن تضلوا لألّا تضلوا إنا ذنلوا منه الإلهي إلهي شرائع ذا وحونا وعدي إنا ننباديوب أون مركاس حق قصة عنه شرائع ذا ويعدهي لكن وحال الربا دتي كسعنا يا الربا هذه شريعه دي اللي عديي او لو سوعه واي عيد كسعود ويسا وف باديو دا واي الهينا سبحانه وتعالى ادو منكيسا اني سن باديوبن شرعي ايو سو دجيي شرعيغاس ايانا ماركاس طريق حقا توساي هذه ماركا لغا ليخدو او ددكو ايغو فكركودا اي كشقايستان او ايغو مبدا اي سميسن ان كتابك الهي اسك توران اي سميسن dad baadiyoobay oo halaag samay weey dadkaas oo aan khayr lahayn waay kuna tashamaayaan hadhow inay markaas ilaahay agtiisa ay khayr ka helaan calaashaan wax walba ilaahay subhanahu wa ta'ala waa asaas weey maxay ilaahay wuxuu yubayinu lahu lakum ilaahay waa idin cadeeyay diintina sharaa'idad maxay hadda meeshan ilaahay ahkaamu ku soo sheegay ahkaamta sideed ayaa loogu soconaya xugun ilaahay kiisa oo dajiyaya jira oo mujtamaac loogu tala galay cid xugun kale u dajisa ayada maalinta qiyaamada ka jawaabi ayada ka jawaabi calaashan waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay aqli xuma ku xugminaysa anta lilu inaydan baadiyoobina wallahu alle bikulli shay shay la arkulisa alimun alle ku cilmi leway waxa kamida dhalkaas hadiis bukhari muslim wariyeen oo bar ibn aasim laga wariyay waxa u dhahay wa aakhiru ayati nazalat u dhah ayati ugu dambeysay oo faraa'ilaha laga wada oo soo digta waa ayadata marka 10 keen intaas uu ku egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala alamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh